العمل اليوم نتكلم عن 3 مبادرات هم تطوير القطاع الفندقي في الإمارة، هم قيوين واجهة سياحية جاذبة، توثيق وتطوير المناطق الأثرية في الإمارة. ومثل ما أمر طويل العمر ومثل ما وجه أخوك الشيخ محمد يوم في أول اجتماع قالنا أنتوا اليوم فريق الشيخ سعود تشتغلون عن الشيخ سعود. تهدف الاجتماعات السنوية إلى تحقيق أعلى درجات التكامل في المستويين المحلي والاتحادي، تحقيق درجات التكامل كذلك في فرق العمل في حكومة مقيوين كافة.